موجة ارتفاع في الأسعار شهدها سوق الأسماك المركزي بالقطيف، وذلك تأثراً بالأجواء الصيفية والرياح الشديدة التي مرت على المنطقة، في حين يؤكد البعض بأن هذا الارتفاع يحدث بشكل سنوي في هذه الفترة. الأسعار مرتفعة، لأن تعرف هالأيام الهواء واجد، هواء تعرف هالأيام بوارح واجد، الأسعار السمك قليل والأسعار مرتفعة. الأسعار بالنسبة للشعر غالي، يعني الشعرية توصل لها 500 ريال ل700 ريال، هذا الشعر الوسط، الصغير وصل لها 400-350. أثناء جولة الإخبارية في السوق شهدنا الهدوء النسبي مقارنة بالتوفر الواضح لجميع أنواع الأسماك سواء المحلية منها أو ما يأتي من الدول المجاورة. استيراد من عمان، في سيارات حاليا بعد وصلنا من دبي، اسماك شبه جديده 100% مال البلد، وتجينا من اسماك من تونس وجينا من النرويج، اسماك جديده. طبعا ما تدخل السوق هنا الا بفحص من هيئه الغذاء والدواء. الحمد لله رب العالمين، الاستيراد ما وقف، وخير الحكومه واجد وموفره لنا كل شيء، الله يجزاهم خير. يعني واقفين يا وقفه، ولدرجه ان البلديه ووزاره الصحه ومكتب العمل يوميا مداومين معانا هنا بالسوق، يعني مكافحين وأكفاء. لم يتأثر سوق الأسماك المركزي بالقطيف بجائحة كورونا، حيث يعتبر من أهم أسواق السعودية والخليج العربي، ويشهد نشاطاً مستمراً طيلة العام وتقلبات في الأسعار حسب المواسم. للإخبارية محمد الحمادي، القطيف.